دلوقتي تعالوا نرجع مرة تانية لدينا عشان تعرفنا على ملخص سريع لأحوال الطقس. اتفضلي يا دينا. فعلا يا جوبانا، دلوقتي معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه موجة الطقس شديد الحرارة مستمرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في كاترين 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.